النهارده هنشرح الجنجل لين. الجنجل هو من اللينات الاساسيه وبالذات السيزون ده بسبب الدراجون، واللين الوحيد اللي لو خسرت فيه بتخسر الجيم كله بنسبه 80%. الجنجل معناه الغابه، ومعنى كده ان الغابه بتاعت الماب كلها بتاعتك مش نص الماب بس، يعني انت كده شايل الماب بمفهوم الثلاث لينات. لو حد مات من تيمك بسبب ان الجنجل عليه من الجنجل اللي قصادك هتبقى غلطتك مش غلطته هو بس. فوق كل ده انت المفروض تبقى اسرع واحد في الفرق، يعني المطلوب منك تفرم والجنجل لينات وتساعد اللي بيموت وتاخد دراجون وبارون وغيرها وتكون موجود في التيم فايت. ما تنساش ان في جنجل قصادك بيفكر نفس التفكير بتاعك ده بالظبط. الحل هنا علشان تلم كل ده انك تمسك المابا من الجنجل اللي قصادك، وفي عوامل كتير خارج عن ارادتك بتحصل في الجيم هشرحها لك بعدين، بس خلينا في اساسياتك. اول حاجه مطلوبه منك انك تعمل كلير للفرم بتاعك في اسرع وقت ممكن، ودي انت بتبتدي بيها على حسب الشخصيه اللي بتلعب بيها، ولو عرفت ازاي تفرم بسرعه وبقل خساره من الاتش بي بتاعك هتبتدي تمسك الماب. وعلشان تفرم بسرعه لازم هتعرف تبتدي بايه الاول. اي ايتم منهم لما بتضرب بيه وحوش الجنجل هتولع فيهم النار وبيعملوا دامج بنسبه 10% لمده 5 ثواني. بعد لما بتضرب 5 سمايت السمايت بتفضي لك مكان علشان الايتم بتاعك، وبتبقى معاك تقدر تضربها على العدو، ولما بتسمايت وحوش الجنجل بتاخد اكس بي زياده، ولما بتقف في الجنينه بيرجع لك من 8 ل 18 مان. السمايت الحمراء لما بتضربها على العدو بتعلم عليه لمده 4 ثواني، ولو ضربت العدو اللي عليه العلامه هتعمل من 48 ل 125 تجو دم، وفي اخر ثانيتين ونص من الخمس ثواني هتاخد من العدو 20% من الدمج بتاعه وتحوله للدمج بتاعك. اما الزرقاء لما بتضربها على العدو بتعمل من 20 ل 156 تجو دم، بتاخد 20% من الموف سبيد بتاعه وبيزيدوا عندك لمده ثانيتين. لازم تتوقع وتفكر هو الجنجل اللي ضدك بيتحرك ازاي، يعني لو عرفت مثلا انه ابتدى جد والجد ده في التوب يبقى يتحرك على البلو ممكن يجنج بوت لين، ولو ابتدى بلو وانت جد هتقابله بعض عند الاسكات اللي هناك دي، وساعتها اللي اكتر في الاتش بي هو اللي هيكسب الفايت. وخلي بالك لو مت في الوقت ده الجنجل قدامك هيركب الماب وهيبقى سابق عنك بجولد وفر وبفار. طيب مبدئيا علشان تعرف تجنج لازم يكون اللين بتاعك اللي انت رايحه وساحب الويف عليه علشان الجنجايه بتاعتك تنجح وما يهربش منها. تاني حاجه ان لازم يكون اللي انت رايح تجنجه شايل سكلاته للجنجايه بتاعتك، ولو سكلاته في الكول داون سيبه وامشي. وتالت حاجه لما تيجي الجنج اول سكلات تضربها لازم تكون باي نوع من انواع السي سي، ويا سلام لو بستان. واخر حاجه ودي اهم حاجه ان عينك تكون على الماب. خلي بالك اول لو جنجيت لين ومت فيها انت كده ضيعت اللين. ولو حصلت معاك وعايز تعالج الموضوع اعمل كامب على اللين ده، وده معناه انك هتجنج كل شويه اللين ده، بس تعمل الجنج صح علشان لو هرب منك ما تجيش اللين دي تاني خلاص.
لازم تواجد الاوبجكتيف الموجوده في الماب، والاوبجكتيف معناها الدراجون والريفت والبرج والحاجات اللي ممكن تتسرق منك. وعلشان ما فيش حاجه تتسرق منك لازم تضرب السمايت صح، وعلشان تضرب السمايت لازم تكون عارف هي بتعمل دامج قد ايه. واول ما يقرب الاتش بي بتاع الاوبجكتيف للدامج للسمايت استعمل اي سكيل يكون بيعمل دامج ويضرب معاه السمايت الاثنين مع بعض تقريبا في نفس الوقت، بس اضرب السكيل الاول عشان تضمن. نيجي بقى لأهم حاجة عندك وهي الدراجون. من تاني دراجون بيتغير شكل الماب، الانفيرنال بيزودك 4% دامج وابيليتي باور وبتوصل لحد 16% لو جمعت 4. ولما بتاخد سول الانفيرنال والسول ده هو الدراجون الرابع، اي سكيل لو اوتو اتاك على العدو هتعمل له من 80 + 22.5% بونص دامج + 13.5% ابيليتي + 2.5% من الاتش بي بتاعك، بتحوله الدامج على العدو والاعداء القريبين منه. الكول داون بتاعها 3 ثواني. اما الموتن بيزود دفاعاتك ل 6% على الدراجون الواحد وبتوصل ل 24% لو جمعت 4. ولو خدت السول بتاعه لو ما اتضربتش لمده 5 ثواني هتاخد شيلد من 200 + 18% بونص دامج + 13.5% ابيليتي + 13.5% من الاتش بي بتاعك. الكلاو بيزودك 10 ابيليتي هيست على الالتيميت بتاعتك والابيليتي هيست بدل الكول داون وبتوصل لحد 40 ابيليتي هيست لو جمعت 4. ولو خدت السول بتاعه هتزيد 10% موف سبيد، وبعد ما تستعمل الالت بتاعتك هتزيد 50% موف سبيد لمده 6 ثواني، الكول داون 30 ثانيه. اخر حاجه الاوشن بيرجع لك 2.5% من الاتش بي بتاعك المفقود لمده 5 ثواني، وبتوصل ل 10% لو جمعت 4. ولو خدت السول هيرجع لك اتش بي من 160 + 36% بونص دامج + 22.5% ابيليتي اساسي + 9% بونص اتش بي، وبيرجع لك مانا من 80 + 3.5% من المانا الاساسيه بتاعتك. اما الالدك بيزود لك الدامج بتاعك شويه، ولو العدو وصل لتحت ال 20% اتش بي بيموت. الريفت بعد ما بتقتله بيخليك تركول اسرع. ولما بتستعمله بينسف التوازن. وبينزل منه 2 قبل البرد. اما البارون بيسرع في عملية الركول وبيزودك انت والمينيونز في الدامج والابيليتي.